الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا القائمين على هذا اليوم، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يتقبله منه. طبعا عارف أن أنتم تعبانين واخدمكم من المغرب، مفيش رحمة أبدا، مفيش راحة. أنا عارف ان انتوا عايزين تريحوا، فنحاول قدر المستطاع ان احنا ما نطولش، قدر المستطاع. الله المستعان. من الاول كده، سورة الزخرف. طبعا المفروض احنا استمعنا الى سورة الزخرف، وفعلا من اجمل الحاجات قبل ما نتكلم مع بعض في سورة ان احنا نكون نصلي بيها او نقرأها، حس ان احنا ما نبقاش بنتكلم عن مبهمات بالنسبة لنا. لا، المفروض سورة عايشناها في الصلاة وسمعناها، فيبقى أقرب إلى قلوبنا هذه السورة. طيب، هذه السورة العظيمة هي جزء من منظومة يروى عن بعض السلف، خاصة ابن مسعود، أنه كان بيسميها ديباج القرآن. هي منظومة آل حميم، منظومة آل حميم، عائلة آل حميم. بتبدأ سور آل حميم، بتبدأ من سورة إيه؟ تبدأ من غافر، تبدأ من سورة غافر، وبعدين فصلت الشورى، زخرف، دخان، جاثية، الأحقاف. بقوا سبع سور آل حميم. سورة الزخرف هي تبقى السورة رقم كام كده؟ غافر، فصلت الشورى، رابعة بقى الزخرف، دخان، الجاثية، الأحقاف. يعني سورة الزخرف بتتوسط هذه السور. قبلها ثلاث سور، قبلها غافر، فصلت، والشورى، وبعدها ثلاث سور، الدخان والجاثية والأحقاف. سورة الزخرف ليها واقع خاص، وعشان نفهمها طبعا احنا للأسف مقيدين، الشيخ تامر مقيد لنا بوقت، بس احنا ايه، ما احنا ممكن معانا واسطة، نتكلم كل حاجة في البلد دي بتمشي بالواسطة، ما جاتش على يعني جات علينا وهتقف. معنا الدكتور حازم اهو. عشان نعيش الزخرف احنا محتاجين نفهم منظومتها في آل حميم. آل حميم بدأت بقول الله عز وجل: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، سورة غافر يعني، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قدمت حروف مقطعة حاميم، كلام عن القرآن، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، منزل القرآن، صفاته سبحانه وتعالى إيه هي؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، أربع صفات لا إله إلا هو إليه المصير. تفتتح آل حميم بقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. المحور ده مستمر معانا طول آل حميم، ان في صنف من الناس كفار، وهذا الصنف من الناس لم يكتفي بمجرد الكفر، ولكن بيدعو غيره الى الكفر، ولا يكتفي ايضا بدعوة الاخرين الى الكفر، بل يناطح وعايز يقف ويصد المؤمنين السائرين في طريق الايمان عن طريق، اكتشف ان المؤمنين بيسيروا في طريق الايمان عن طريق اتباع ايات الله، فوجد واكتشف ان الطريق الاوحد بالنسبه له عشان يصد المؤمنين ان يصرفهم عن ايات الله، سواء ايات الله الكونيه او ايات الله القرانيه، فاصبح يجادل في ايات الله. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا. وهذا الصنف من الناس في مرحله آل حميم ممكن دنيويا. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا، عشان كده ربنا بيقول ايه؟ فلا يغررك تقلبهم، تمكنهم وتقلبهم في النعيم، تقلبهم في البلاد، إنهم ممكنون في البلاد، معهم السلطة، معهم المال، معهم الزخرف، معهم الأدوات، وبالرغم من ذلك يجادلون في آيات الله. الطائفة المؤمنة المستضعفة تثبيت لها في آل حميم، وصراع مع الكفار وهم يجادلون في آيات الله، رد على الكفار الذين يجادلون في آيات الله، ده مجموعة آل حميم.
سورة غافر مجادلة، وجابت صنف بيجادل في آيات الله. أنا أحب يعني استحبابا مش وجوبا، يعني أحب أن يبقى معاكم مصاحف استحبابا، يعني أنا عارف أنه هو طلب، جزاكم الله خير. أنا عارف أن الناس أغلبها حافظ القرآن، لكن برضو إيه، أنا معايا مصحف بتاعه. متقلقوش أنا مش هبدأ من غفر، أنا عارف أنا. امسك يا ابني المصحف يا خلاص. طيب جزاكم الله خير. احنا المفروض سورة الزخرف المصحف السعودي صفحة رقم 489. طيب بنقول بالنسبة لسورة غافر، احنا قلنا سورة الزخرف توسطت آل حميم، قبلها ثلاث سور وبعدها ثلاث سور، والسياق بينقلب بعد سورة الزخرف. كانت ماشية في طريق، وبعدين سورة الزخرف خلاص وصل المشركون إلى أعلى مرحلة عتو وفجور. خلاص في سورة الزخرف بينقلب بقى الدخان والجثية والأحقاب. سريعا كده مع بعض، سورة غافر مجادلة في آيات الله، فجابت نموذج لواحد بيجادل في آيات الله وأحد المؤمنين اللي بيجادله. إيه هي القصة اللي جت في غافر؟ قصة مين؟ هي مفيش غير قصة واحدة، قصة مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا؟ قال الكلمة دي بعد لما فرعون قال إيه، سيبوني أقتل موسى، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إن يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لما فرعون طلب إن هم يسيبوه يقتل سيدنا موسى، هنا ظهر مؤمن آل فرعون. لما مؤمن آل فرعون ده واحد منهم وبيتكلم، فرعون قاعد يجادله، حصل مجادلة طويلة في صفحتين ونص، ختمت بإلقاء فرعون ومن معه في النار، وختمت بالقاعدة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سورة غافر. السورة اللي بعدها سورة فصلت، استمروا في الجدال ووصلوا لمرحلة قالوا بص، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. بص بقى، عشان كلام مؤمن آل فرعون ما يأثرش فينا، عشان كلام المؤمنين ما يأثرش فينا، آدي قلوبنا إيه، هنشيلها ونحطها في شويلة. قلوبنا في إيه، في أكنة مما تدعون إليه، وادي أسمنت وفودنا، وفي آذاننا وقر، وادي أسوار حيطة بيننا وبينك، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عامل. وبالرغم من كده القرآن أثر فيهم لدرجة أنهم قالوا في نفس سورة فصلت، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طب أنتوا خايفين ليه؟ مش أنتوا حاطين قلوبكم في أكنة، وفي وقر في أذانكم، وفي أسوار بينكم، خايفين من إيه؟ خايفين أيضا من آية واحدة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قيل من معاني والغوا فيه أي في كل آية تتلى، اوعى تسيب آية واحدة تأثر فيها. خلصت سورة فصلت، تيجي سورة الشورى، استمر الوحي، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. بيستمر الجدال، بيستمر الوحي ينزل. بدأوا في سورة الشورى، سورة غافر كانوا بمجرد جدال، سورة فصلت كان مجرد هروب. وجدوا نفسهم في سورة الشورى مضطرين يعملوا منهج يواجه منهج القرآن. فربنا بيقول في سورة الشورى إيه؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. بدأوا يعملوا شرع مضاد لشريعة ربنا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. بدأوا يعملوا تشريع يضاد تشريع المؤمنين. اكتشفوا أن مجرد الجدال مش نافع. بقوة الكلام عن الله والولاية في سورة الشورى وتعاون المؤمنين مع بعضهم ومشورتهم مع بعضهم، نسفوا المنهج ده، اضطروا بقى في سورة الزخرف ده اللي عندنا، ان هم يعملوا ايه في منهجهم، يعملوا فيه ايه، يزخرفوه.
اكتشفوا ان لو اتعاملوا مع المؤمنين بمبدأ قصاد مبدأ او شرع قصاد شرع هيخسروا، هيتنسفوا. فبدأوا يبنوا افكارهم على زخرفة الدنيا. تجد في كلمة اتقالت بنفس البداية، قالها قالها مشرك قريش وقالها فرعون، الاثنين استطاعوا أن يضحكوا بهم على الناس. المشركين قالوا لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم شايفين أن المناهج العظيمة لازم تنزل على الناس العظيمة. طب من الناس العظيمة اللي عندكم؟ اللي معهم فلوس كتير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشرفهم نسبا. فهنا المقصود مش عظيم أي نسبا، لا، عظيم غني ثري. نفس الكلمة اللي بدأت بلولا قالها فرعون، لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. دايما فرعون بيتصور زي ما هو بيمشي في موكب عظيم ان الرسول لازم يجي يبقى معاه موكب دنيوي عظيم واساور ذهب ومعاه ناس جنود كتير ملائكه مقترنين يمشوا ويحفوا حواليه. نفس الكلمه دي ضحكوا بيها على الناس، مع ان ربنا قال لنا في اول غافر فلا يغررك ايه تقلبهم، اوعى يضحك عليك. هيستعملوا السلاح الدنيوي ده يضحكوا بيه على الناس ويستخفوا بيه عقول الناس. فكانت سوره الزخرف بدأت بقى هنا المعركة. طبعا يعني منظومة آل حميم عايزة سلاسل، لكن احنا بنحاول ايه يعني حاجة مقتبسة كده. بدأت المعركة بتحتدم في آل حميم لدرجة ان هم وصلوا لمرحلة قالوا بص، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، احنا كده كويسين. لدرجة ان هو بيقول لهم قال أولو جئتكم، هي دي بقى المفروض ان احنا كنا مركزين في الصلاة. طيب نقول لكم على الآيات، آية 22 قالوا بل قالوا إنا وجدنا، آية 22 إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه مهتدون. الآية اللي بعدها على طول وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مين مترفوها. يبقى مين اللي بيتكلم في الزخرف؟ المترف اللي معهم فلوس علية القوم. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه مقتدون. كلمة قريش وإنا على آثارهم مهتدون، كلمة الكفار اللي كانوا قبل قريش وإنا على آثارهم مقتدون. العلماء بيقولوا كلمة كفار قريش بتدل على التمسك أكتر، يعني كلمة أنا مهتدي أقوى من كلمة أنا مقتدي. تاني، كلمة أنا مهتدي أنا على هدى أقوى في الثبات من كلمة أنا مقتدي. مقتدي أنا ممكن، القدو في اللغة قدو يعني نفس المسافة، فلما بتقول أنا فلان بالنسبة لي قدوة أو أنت مقتدي بي كأنك بتعمل مسافة رجلك بنفس مسافات رجله، بتمشي بنفس خطواته كده أنت ماشي القدوة. لذلك القدوة تأتي للحق وللباطل، فجت في القرآن هنا مع أهل الباطل. الأسوة لا تأتي إلا لأهل الحق. كلمة الأسوة جت في القرآن مرتين بس، جت فين وفين؟ ممتحنة مع مين؟ مين اللي لينا أسوة؟ سيدنا إبراهيم. ومين تاني أسوة في الأحزاب؟ مين لينا أسوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. موقف الأحزاب موقف قتال، موقف الممتحنة موقف ولاء وبراء. الأسوة جاية في لغة من الآسي، لغة ده الطبيب بتداوي جراحك وبتكمل نقصك باللي بتتأسى بيه. فالأسوة لا يكون إلا في الخير، ولن تصلح الأمة إلا بقتال الأحزاب والولاء والبراء زي ما عمل سيدنا إبراهيم. المهم نرجع تاني، إن على أثارهم مقتدون قالوا مهتدون. فالنبي لما بيقول لهم بيقولوا احنا مهتدين، فالنبي قال لهم قال اولو جئتكم باهدى. يا سيدي افترض، هتجد في سوره الزخرف قمه التنزل في الخطاب، انا بجيب اخري معاك للاخر، لان السوره اللي بعدها سوره الايه؟ الزخرف. اللي بعدها ايه؟ الدخان. خلاص هيبدا العذاب الدنيوي يقرب، خلاص سوره الزخرف
أقصى مرحلة تنزل في الخطاب اللي هي كلمة فلما آسفونا، ما جاتش غير في لفظ الأسف جه في القرآن 4 مرات، 2 مع سيدنا موسى، واحدة في الأعراف واحدة في طه، غضبان آسف، ومرة مع النبي صلى الله عليه وسلم بتاعت الكهف لعلك باخ نفسك على أثرهم لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفة، ومرة مع ربنا بتاعت سورة الزخرف، آخر أقصى درجات الغضب فلما أسفونا دي يعني عاملة زي آخر زي في أول ياسين، يا حسرة على العباد. خلاص لما بتيجي المرحلة دي بينزل بعدها العذاب. فخلاص في الزخرف قمة التنزل في الخطاب، هنوصل معاهم لغاية الآخر، هنجيب آخرنا معاهم. خلاص آخر حاجة بقى، آخر كلمة في الزخرف مفيش أمل، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، دول مفيش منهم فايدة، يجي الدخان بعدها على طول. المهم قمة التنزل في الخطاب، بيقول لهم أولو جئتكم بإيه؟ بأهدى. يا سيدي افترض إن اللي معاك هدى أنا أجيب لك أهدى، زي بالظبط في آخر الصورة، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قمة التنزل. يا سيدي ده لو كان لي ولد كنت هتلاقيني أنا أول العابدين. قمة التنزل في الخطاب، بتجيب آخرك معاه عشان بعد كده بينزل بيجي العذاب الدنيوي الدخان، وبتيجي الجثية، وبعد كده الأحقاف. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. يبقى سورة الزخرف استعمال الدنيا، يستعملوا الدنيا يضحكوا بها على الناس وبيزخرفوا منهجهم. معايا؟ هنحاول في الآخر نجمع المقتطفات اللي احنا بنقولها. تجد أيضا من معالم سورة الزخرف أكثر سورة جمعت شبهات للمشركين وراء بعضها، من أكثر سور القرآن اللي جمعت شبهات للمشركين وراء بعضها وأقوال كفرية متواصلة. جعلوا له من عبادي جزءا، جعلوا ملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، معانا برضو اللي هي لولا نزل هذا القرآن، لما لهم إن كان للرحمن ولد هم كانوا بيدعوا له الولد، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ضربوا له مثل بسيدنا عيسى. أكثر مجموعة أقوال كفرية، كلمة قول الكفار في كتير، حشدوا هنا يا جماعة، بيعملوا ده آخر معركة بيخوضوها، خدوا بالكم معركة الزخرف دي آخر معركة بياخدها أهل الباطل، لأن اكتشفوا في غافر أنهم اتغلبوا، اكتشفوا في الصلة أنهم اتغلبوا، عملوا شرع في الشورى برضو اتغلبوا، جابوا آخرهم في الزخرف، بعدها بينزل العذاب. لذلك آخر المشاهد وآخر الخطابات الفرعونية اللي قيلت موجودة في سورة الزخرف. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر. المرة الوحيدة في القرآن اللي فرعون ينزل بنفسه القوم ويقول لهم يا قوم. ونادى فرعون في قومه، يعني حتى لما بتاعت غافر ذروني، ما قالش يا قوم ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. اللي كان بيقول لهم يا قوم كان مؤمن، قال فرعون. فرعون ما كانش بيقول يا قوم، بل حتى في غافر قال إيه، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، ما قالش يا قومي، ما كان لسه بيخاطب الملأ، والملأ ياخدوا الكلام وينشروه للناس. فرعون في المرحلة دي نتكلم في القصة دي، اضطر ينزل بنفسه يخاطب قوم. ونادى فرعون في قومه، بعت بالرسالة دي لكل مصر، الله أعلم بقى بعت بيها، نزل هو عمل ندوات في كل مصر، المهم الرسالة دي عمل مؤتمرات ووصل الرسالة. المهم ان الخطاب ده الفرعوني وصل لمصر كلها، لم يترك قرية ولا نجعا إلا ووصله. خلاص أنا بتكلم في سورة الزخرف، ماشي. المهم فبنقول إن دي آخر، ربنا يستر ما تبقاش آخر سورة بشرح، دي آخر آخر مرحلة وصل لها أهل الباطل في الزخرف، إن هم جابوا آخرهم، فاضطر ينزل بنفسه ويقول هذا الخطاب. فده كان آخر كلام قاله فرعون، بعد كده خلاص. يعني قصة فرعون مع سيدنا موسى طويلة، هو كان طفل رضيع سيدنا موسى، وبعدين
كبر وبعدين راح له بالرساله وبعدين وراه العصايه قال له هسجنك وبعدين قتل السحره وبعدين بعد ما قتل السحره سيدنا موسى قعد فتره طويله سنين عايش وسطهم لسه وبعدين نزل لهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات خمس ايات مفصلات بعد كل ده فرعون قال الخطاب اخر حاجه كان الخطاب ده بعد كده حصل الغرق يعني الكلام ده بعد ما قاله هو بقى مع صورة الشعراء وإن لجميع حاذرون كلنا خايفين خدهم ونزل وقع في البحر وضل فرعون قومه وما هدى زي ما كان قائدهم في الدنيا قائدهم في الآخرة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ماشيين وراه خشوا النار يبقى إذن سورة الزخرف كان الحشد الإعلامي على آخره حشد إعلامي جايبين آخرهم في الحشد الإعلامي وكل الطاقة الزخرفية المادية استعملوها في سورة الزخرف وكل الشبهات اللي عندهم قالوها وحاولوا يصرفوا الناس عن المنهج الحق بأكتر من طريقة رقم واحد كثرة الشبهات المتتالية يعني مرة يقولوا إن الملائكة عباد الرحمن ومرة يقولوا طب ما النصارى عندهم عيسى طب انتم يعني النصارى ابن عيسى سيدنا عيسى ابن ربنا ولا الملائكة هي بنات الله ولا انتوا ولا الاصنام بتشفع تحس ان اقوالهم نفسها متناقضه يعني اقوالهم لما تجمع اقوال سوره الزخرف كلمه وقالوا في سوره الزخرف ترى بعض هي بتناقض نفسها اكبر حشد للشبهات استعمال الاعلام على اخره الطاقه الزخرفيه الجانب النفسي في الخطاب استعمال جوانب نفسيه يعني هو حتى فرعون بيقول لهم يا قوم أليس لي ملك مصر مش أنا ربكم وعشت في البلد دي معاكم بقالي سنين ونفسي أموت في الخطاب عاطفي يعني آيات كتيرة حصلت فرعون آيات كتيرة حصلت في مصر الكلام ده برضه حصل في مصر آيات كتيرة حصلت ولما جه فرعون يرد ما ردش على الايات رد بخطاب عاطفي استعطف الناس كده ربنا بيقول فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين طيب يبقى بنقول جابوا اخرهم في حشد الشبهات في الحشد الاعلامي في زخرفه الكلام في ان هو زخرفه المال اللي هو فكره فلولا القي عليه اسوره من ذهب استعمال الدنيا ان دول ما معهمش دنيا واحنا اللي معانا الدنيا خلاص لذلك هم وصلوا فعلا في سورة الزخرف لقمة الإسراف فربنا بيقول لهم في أول السورة حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا جايز تعقلوا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم ها قوما المصاحف بقى آية خمسة أن كنتم قوما مسلمين خد بالك من كلمة برضو قوما دي قوما مسرفين وقوما فاسقين وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. كانت القومه بتاعتهم كلها هم العصبيه بتاعتهم هي اللي جمعتهم، في حميه جمعتهم. تكرار كلمه قوم دي في سوره الزخرف كتير جدا. حتى بعض العلماء حب يعمل بحث عن كلمه قوم في سوره الزخرف بس وما تاثيرها في سوره الزخرف. ربنا قال ان هم وصلوا في سوره الزخرف للاسراف وبالرغم من ان هم مسرفين القران لم يعرض عنهم افنضرب عنكم الذكر صفحا اي بالرغم من انكم مسرفون بالرغم ان انتم اسرفتم في المعاصي الا ان الله عز وجل برحمته لن يصرف عنكم القران ولكن سيستمر نزول القران عليكم يعني غافر نزل القرآن قعدتوا تجادلوا فصل الآيات في فصلت وضح الآيات في الشورى جزاك الله خيرا وضح الآيات في الشورى وانتوا لسه بتعرضوا استمر برضو القرآن ينزل في الزخرف لذلك لما تيجي تشوف أول الزخرف وآخر الزخرف أول الزخرف أفنضرب عنكم الذكر صفحا خد بالك من صفحا أن كنتم قوما مسرفين وبعدين كده يسألهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض تجد نفس سؤال الخلق والصفح يجي في آخر الزخرف ولئن سألت آخر سورة الزخرف آخر آيتين خالص
آية 87، ولئن سألتهم من خلقهم، في الأول السورة أنت سألتهم على خلق السماوات والأرض، هنا مواجهة مباشرة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فأنى تؤفكون، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. التهديد بتاع فسوف يعلمون بدأ تطبيقه في فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. دي اللي في الدخان. يبقى بالرغم ان هم وصلوا الإسراف ان القرآن ما عرضش عنه، وده المفروض يكون هداية لأهل الحق ونور لأهل الحق، مهما أسرف الناس وأعرضوا لابد من صوت الحق يعلو، ولازم ننزل للناس بالرغم من إسرافهم، حتى لو نزل العذاب ينزل ونحن نخاطبهم ونعلمهم دين الله عز وجل. أسأل الله أن يرفع عنا العذاب، ما نتوقفش أبدا مهما وصلوا لأعتى مراحل الإسراف والاستخفاف للعقول، برضو ما نتوقفش. وربنا سمى القرآن في السورة هنا مرتين الذكر الشرف، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. خلاص، يبقى هم هنا وصلوا للإسراف لكن احنا مستمرين في الكلام بالقرآن. المرحلة دي أهل الحق ممكن يهتزوا، ليه؟ بقى لنا ثلاث صور بنكلمهم، غافر وفصلة والشورى، مفيش فايدة، إعراض، مسرفين، استهزاء. ومن الحاجات اللي استعملوها في الزخرف السخرية، دي نسيتها. تجد ان المرة الوحيدة اللي ربنا يقول فلما جاءهم بآياتنا إذا بيسموها إذا الفجائية، كانت المفاجأة انهم ضحكوا، إذا هم منها يضحكون، والاستهزاء عريق في سورة الزخرف. ربنا بيقول وكم أرسلنا من نبي في الأولين، كتير، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. يبقى من الحاجات اللي عملوها في الزخرف السخرية. يبقى هو استعمل خطاب حشد إعلامي، حشد زخرفي، ضغط نفسي، خطاب عاطفي، كل ده وما سابش أهل الحق وبيتريع على أهل الحق، درجة هما يقولوا كلمة يعني والعياذ بالله بيقولوا كأن بيقولوا إيه؟ بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا وكأن يعني ربنا ما لقاش غيرك يبعته، مفيش غيرك يعني، ولولا نزل هذا القرآن مفيش غيرك على رجل من القريتين عظيم، يعني مفيش غيرك اللي يأتي بالرسالة يأتي بالرسالة. واستعملوا أسلوب السخرية بشدة في السورة. خلاص، طبعا انت ما بتيجي استعمال زخرف الدنيا والسخرية ده بيعمل ضغط على أهل الحق، كتر التريقة بيتعب. بل هم وصلوا في السخرية لدرجة ربنا قالها في آخر سورة المؤمنون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الكثير بيقول فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، ظلوا ينشغلوا بهم حتى نسوا معاملة الله، نسيوا ربنا، قعدوا مشغولين باستهزائهم لغاية لما مات ونسي ان هو مخلوق وفي موت وفي حساب. في الضغط ده انت بتتعب نفسيا، واحيانا تبحث عن منهج بديل. انت عايز تواجه الجيوش الاعلاميه دي، جيوش المزخرفه دي، الافكار اللي عمالين يطلعوها، الضغط الاعلامي، الحشد ده، السخريه دي، فتقول طب اسخر، طب انا كمان اعمل مناهج سخريه منهم، طب انا اعمل برامج، هو بيعمل برنامج استهزاء وما نعمل برنامج استهزاءنا كمان، طب هو كذا، بتبدأ تبحث عن أفكار بديلة. فربنا يقول لك إيه؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر، هو اللي هينتصر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اوعى تستبدل الكتاب، وكلمة الكتاب تكررت وإنه في أم الكتاب لدينا، ورب في لما في شواته في الأول أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به، إذا كان هم مستمسكين بباطلهم أفلا نستمسك نحن بالقرآن. وكأن إشارة من كلمة أم آتيناهم
كتابا من قبله أن من آتاه الله كتابا فليستمسك به. ربنا بيقول هو أنتم معاكم كتاب عشان كده مستمسكين، فدي إشارة أن اللي معاه كتاب يستمسك به ما يسيبوش ويقاتل به. أنا يعني اللي هيدخل معركة الحق والباطل من غير قرآن هيضل، هيلعب معركة تانية خالص خالص. اللي هيخوض معارك الحق والباطل بدون قرآن لن يفقه أي شيء في المعارك، بل قد يقتل في المؤمنين وهو لا يدري، قد يدلس على أهل الحق الحق وهو لا يدري، وهو أصلا قام لينصر الحق. نصرة الحق بدون قرآن ضياع ظلام، انت بتبقاش فاهم التشخيص الحقيقي. ده أنا عايز أقول لك إنك لو خضت معركة الحق ضد الباطل من غير قرآن أهل الباطل هيستغلوك، انت هتنصر باطلهم دون أن تشعر، هيستعملوك وانت مش واخد بالك، هيخلوك تقف في الصف بتاعهم، هيلخبطوا الصفوف وانت ما انتش معاكش نور. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. طيب عشان أنا كده طولت، هم هنا أنا هجيب بس ملامح كده في الصورة. ليه في الصورة دي؟ الصورة دي فيها حاجات ما جاتش غير في الصورة دي، منها الكلام لما ربنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض كل القرآن ليقولن الله، هنا ليقولن خلقهن العزيز العليم، جاب صفات ربنا وكمل في الصفات، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. هنا أنت المفروض أول ما تخاطب الناس تخاطبهم في خلق الله عز وجل، صفة الخالقية أول كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، لازم لازم أول لما تبدأ مع الناس دي بتهد كل الفراعنة، تقول له فليخلقوا ذبابا، قل له خليه يخلق شيء من العدم، تهد كل الفراعنة اللي موجودة في الأرض، ده ضرب مثل للعالمين فاستمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تحدي الناس بصفة الخالقية ده التحدي المفحم إلى يوم القيامة. كلام هنا عن نعم ربنا سبحانه وتعالى، العجيب هنا ربنا بيقول إيه؟ لتستووا على ظهوره، شوف اللقطة دي، ثم تذكروا نعمة ربكم، تاني إيه؟ إذا استويتم، ليه تكرار؟ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا مقلبون. الفتنة العظيمة اللي خلت عوام الناس يستخف ويضل زخرفة الدنيا، دي الفتنة، الآية المحورية اللي ربنا قالها في السورة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها ويتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هنشرحها إن شاء الله. ربنا جاب نموذج لإنسان سيطر على النعمة، استوى عليها وتمكن منها ولم ينسى الله في هذه اللحظة. أشد لحظات الغفلة هي أشد لحظات التمكن من الدنيا، وظن أهلها أنهم إيه؟ قادرون عليه، وظن أهلها دي أكتر لحظة فيها غفلة عن التمكن من النعمة، أكتر لحظة فيها غفلة، أكتر لحظة بتستجلي بالعذاب. فجاءها بأسنا بياتا أو نهار، لما بيوصلوا لمرحلة إن هو ظن أهله أنهم قادرون عليه. إنما أنت لما تستوي على النعم وتسيطر عليها وتمسك بزمامها، وساعتها أول لما توصل المرحلة دي تقول إيه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي وما كنا لهذا مطيقين، لا يمكن كنا نقدر نعمل كده، ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، هي دي وما كانوا له مقرنين، مستحيل كنا نطيق هذا. ثم تذكر أنك هتعود إلى الله وتحاسب على هذه النعمة وإن إلى ربنا لمنقلبون. ده النموذج اللي ما يتفتنش بالزخرفة اللي موجودة في السور، نموذج اللي
بيتدبر في آيات الله ويعلم أن كل شيء في الكون بخلق من الله عز وجل، وأنه لما بيتمكن من نعمة بينسبها إلى الله عز وجل مهما بقى حاولوا يزخرفوا له الدنيا مش هيضحك عليه. ده النموذج المؤمن المستبصر. خلاص بعد كده يعني حتى من اللطائف في السورة ربنا بيقول إيه؟ جعل لكم الأرض، جعل لكم فيها سبلا، جعل لكم الفلك والأنعام. شوف ربنا هم لما جم يجعلوا والعياذ بالله وجعلوا له إيه؟ من عباده جزء. دايما دي موجودة في القرآن، بعد سرد النعم تجد سرد كده آيات نعم، وبعد كده تيجي إيه؟ جملة كفرية والعياذ بالله، وجعلوا له من عباده جزء. بعد كل ده موجودة السياق ده موجود في سورة الأنعام من أول إن الله فالق الحب والنوى، وشوط طويل من النعم، وبعد كده ربنا بيقول إيه؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. تجد برضو نفس الشوط موجود في سورة الفرقان بعد شوط طويل من النعم. المشهد ده متكرر في القرآن، تجد شوط طويل من النعم وبعد كده وبعد كل ده جعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات. وبعد كده طبعا مسألة ليه أو من ينشأ في الحلية هي ممكن هتطول بينا، احنا نسيبها لو ربنا قدر لنا يعني. بعد كده شوط من الأقوال الكفرية عملوا إيه؟ جعلوا جزء، نسبوا الملائكة، جعلوا الملائكة الذين عبدوا الرحمن إناثا، وكمان اتكلموا في القدر ولو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بيتكلموا. وانا بقول لك هنا لما تيجي تجمع اقوالهم اتكلموا في اغلب الكفريات في السوره دي. ربنا بيقول ايه بعد كل الشوط ده؟ جاب نموذج انتوا بتقولوا انا وجدنا اباءنا على امه، يبقى رقم واحد اللي بيخلي الناس تضل زخرفه الدنيا، رقم اتنين التقليد الاباء اللي هو بيطرح على الناس بفكره الاستقرار، مش عايزين نغير، احنا بقالنا فتره كده وعايشين كده وطول عمرنا ابائنا كده، لو غيرنا ما احناش عارفين ايه الجديد اللي هيحصل، خلينا زي ما احنا احسن. مش كده اتكررت مرتين نفس الجمله انا وجدنا ابائنا على امه، اتكررت مرتين، واحده وانا على اثرهم مهتدون كفار قريش، والثانيه مقتدون الكفار اللي قبل كده. ربنا جاب لهم نموذج عجيب جدا، سيدنا ابراهيم واذ قال ابراهيم لمين؟ لابيه وقومه. كأن سيدنا إبراهيم هنا في إشارة لحاجتين، الحاجة الأولانية إذا كنتم تستدلون بآبائكم فهذا أبوكم الذين تفتخروا به هو على التوحيد. النقطة الثانية إذا كنتم تستدلون بآبائكم فهذا إبراهيم ينفض التقليد ويرفض التقليد ويثور على تقاليد آبائه وأجداده وقومه. يبقى أنتم تستدلوا بالآباء، فجاب لهم نموذج نفض تراب التقليد عن الآباء، وقف لوحده مع ان انتوا قوم، هو وقف لوحده قصاد ابائه امام ابائه. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. خد بالك من كلمه وجعلها كلمه باقيه في عقبه، نفس معنى افنضرب عنكم الذكر صفحا، جعلها كلمه باقيه في عقبه. العلماء بيقولوا اغلب العلماء قال ان ده سيدنا ابراهيم، كان بعض العلماء قال ان ده من فعل ربنا سبحانه وتعالى. اغلب العلماء قال سيدنا ابراهيم وصى، بالرغم ان كتير اغلب اللي حواليه كانوا كفار، بل ربنا قال فامن له لوط سوره العنكبوت، واحد بس، وبالرغم كده سيدنا ابراهيم لم ييأس منه وخلى كلمه التوحيد باقيه في عقبه. ازاي خلاها باقيه في عقبه؟ بحاجتين. الامام الشنقيطي بيقول بحاجتين، الحاجة الأولانية عن طريق التوصية، إنه قبل ما يموت يوصي ابنه ويقول لابنه قبل ما تموت توصي ابنك، فبدأت الدين ينتقل بالوصية، كل واحد يوصي، أنا أوصيكوا أنا لو مت تبلغوا الكلام ده، وأنت تبقى أنا أوصيكوا تبلغ، فأصبح الدين بيستمر سنوات. الحاجة الثانية بالدعاء، كثر الدعاء إبراهيم إنه يبعث فيهم رسولا منهم بالدعاء، فكده سيدنا ابراهيم ربنا قدر له انه يساهم في بقاء كلمه التوحيد في الارض حتى بعد موته. يبقى دي نفس كلمه وجعلها كلمه باقيه في عقبه، ان ربنا سيدنا ابراهيم ما اعرضش عن قومه بالرغم ان هم كفار، وربنا نزل القران بالرغم من ان هم ايه؟ مسرفين. نيجي بقى للايه المحوريه اللي في السوره
طب ربنا بيقول ايه؟ ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرف. يعني ايه الآية دي؟ احنا بقى لنا قد ايه كده يا استاذ ياسر؟ خلاص؟ بقى لنا قد ايه؟ 40 دقيقة. طيب انا قايل له 45 دقيقة. انا متفق معاه على 45 دقيقة. ربنا هيبارك في الخمس دقايق دول ان شاء الله. هنحاول ناخر. انا بدي سكاشن في الكليه، فالطلبه اللي لما بيجي متاخر عايز يدخل، فبقول له الساعه في ايدك كام؟ يوم ايه مأخر الساعه قبل ما يدخل، بقول له الساعه في ايدك كام؟ فمثلا الساعه بتبقى معايا السكشن الساعه 8، الساعه معايا 8 ونص، يقول لي الساعه معايا 8 و10 هم، وانا بشرح عايز عايز نخلص خلاص يا دكتور، اقول له الساعه في ايدك كام؟ يوم اقدم الساعه، يقول لي مثلا تبقى الساعه معايا لسه 9 ونص، يقول لي الساعه معايا 10. هو داخل بيأخر الساعة هو خارج ايه؟ فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ نأخر الساعة. نأخر الساعة. المهم تشربوا حاجة طيب، انا حاسس ان انتم فاصلين تمام. هو المشكلة فيهم على فكرة مش فيه. المفروض كانوا ينزلوا حاجة ساعة يعني مش اي حاجة. هم ناقص ينزلوا مشاريف في خطبة الجمعة اصلا دلوقتي. طيب نرجع تاني. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. ربنا بيقول لولا أن الناس كلها كانت هتبقى أمة واحدة، أي على الكفر، لولا أن الناس كلها كانت هتكفر كان ربنا عمل إيه؟ يعني ربنا بيقول لنا ربنا كان هيعمل حاجة ما عملهاش. ليه ما عملهاش؟ عشان كانت الناس كلها هتكفر. إيه الحاجة دي؟ إن كان ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ما ينطق الإنسان بكلمة الكفر فجأة يروح بيته يلاقي بيته سراير ذهب وفضة والسقف والسلالم وأسانسيرات البيت كله بقى ده السقف ذهب وفضة، أمال بقية حياته عاملة إزاي؟ يعني حتى بعض العلماء لما وقف مع كلمة ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج على ضرون اللي بيوتهم أبو، يعني السقف تبدأ من السقف ده قمة الطرف. فكأن ربنا بيعرفنا وبيعرف الدعاء وبيعرف المؤمنين وبيعرف كل الناس إن في نقطة ضعف عندنا خطيرة في فطرتنا، حب الدنيا والانبهار بالدنيا. كان ربنا هيخلي أي واحد ينطق بكلمة الكفر ياخد زخارف الدنيا كلها، لكن ربنا ما عملش كده. ليه؟ لأنه لو كان عمل كده كنت هتلاقي ناس واقفين طوابير عشان الكفر. لو في مكان مثلا بيروح يكفروا فيه هتلاقي طوابير، يروح يقف يستنى ثلاث أيام عشان والعياذ بالله ينطق بكلمة الكفر، وأول لما ينطق بكلمة الكفر يقوم إيه؟ ياخد العربية وبيته ويتحول دهب اللي بعده، ويفتن الناس، وده يروح لجاره يقول له شفت أنا بيتي عامل، يقول له إزاي؟ يقول له ده أنا نطقت بكلمة الكفر، يقول له طب أنا كمان، والدنيا كلها والعياذ بالله ممكن تبقى كده. لولا أن يكون الناس إلا من رحم الله أمة واحدة. يعني حتى الحسن البصري بيقول والله لقد مالت الدنيا بأكثر الناس ولم يفعل، يعني ما عملش الأدي، فكيف ولو فعل؟ يعني الواحد بيطلع عينه عشان يجيب الدنيا وبيتمرمط. أمال لو كان ربنا عمل الآية دي كانت الناس بقت عامل، وأغلب الناس دلوقتي مصروف إلى الدنيا بعيدا عن الله. هما لو كان ربنا عمل لنا الآية دي كان إيه اللي حصل؟ والله لقد مالت بأكثر الناس ولم يفعل فكيف ولو فعل؟ يعني ده تصديق من الحسن البصري إلى الفطرة الضعيفة اللي جوه الإنسان. الفطرة دي بيستغلها أهل الباطل، بيستغلها أهل الباطل جواك وجوايا وجوه الناس، يضحكوا عليهم بالفطرة دي. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخوفا أي وذهبا. الزخرف لها معنى الذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. العلاج عشان نخلص، العلاج عشان ما نفتنش بالخطاب العاطفي، عشان ما نفتنش بالحشد الإعلامي، عشان ما نفتنش بزخارف الدنيا، عشان ما نفتنش بالسخرية والاستهزاء. العلاج ربنا بيقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعشو، يعشو يعني يتعامى، الأعشى اللي بيمشي بيضبش. هنا بقى مش يعشو يعني هو أعمى، لا، يعشو يعني عامل نفسه مش شايف، اللي هيتغافل وهيتعامى وهيعرض عن القرآن. ومن يعشو عن ذكر الرحمن اللي هو القرآن، وكلمة الذكر قلنا اتكررت، أفنضرب عنكم الذكرى وإنه لذكر لك ولقومك، ومن يعشو عن ذكر الرحمن، اللي هيبتعد عن هذا الذكر هيضحك عليه بكل سهولة. يعني يا جماعة أنا عايز أقول لكم على حاجة، فرعون لما ضحك على الناس بهذا الخطاب العاطفي الساذج الأبله البسيط، كان من هؤلاء المستخفين عباقرة العالم، كانوا أساتذة مهندسين وأطباء وعملوا حضارة بهرت العالم. يعني مش المشكلة ما كانتش نقص في الثقافة وفي التفكير أبدا، لا، يعني ربنا قال إنهم كانوا قوما إيه، ما قالش مغفلين ولا جاهلين، قال فاسقين. يعني استخفاف العقول بالإعلام وبالسخرية لا يشترط له الجهل أبدا، لكن ده فطرة في الإنسان. هتبعد عن القرآن تلقائي بدون ما تقصد وبدون ما تشعر، هتفاجأ أن أنت بقيت ألعوبة وأضحوكة ومستخف غصب عنك. ربنا بيقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نعمل إيه؟ نقيض له شيطان. القيض بالضاد في اللغة معناها قشر البيض، يعني لما بتبعد عن القرآن الشيطان يعمل حوالينك قشرة يحيط بيك يمنع دخول النور، فتبقى معزول عن مراد الله، معزول عن الكون المسبح بقى، تبقى في عزلة، فيضحك عليك بكل سهولة. لكن الحل ان القصة دي من رحمة ربنا ان هي سهلة الكسر، تعرض لنور القرآن كتير تتكسر. نقيض له شيطانا فهو له قرين. طيب شيطان وعامل عليه قشرة وبقى صاحب للشيطان، كفاية؟ لا مش كفاية. ليه؟ ممكن يرجع في لحظة يقوم وقفله على طريق الحق. طب ما خلاص ده هو أصلا ما بيفكرش في طريق الحق، لا برضه نقفله على طريق الحق. وإنهم إيه؟ اللي قال بعدها المصحف بقى ريت يا جماعة، آية 36 وآية 37، وإنهم ليصدونهم عن السبيل. طب ما كفاية ما أنت عملت حواليه قشرة وعملت له برامج إعلامية وعملت له سخرية واستهزاء، كمان تمنعوه وممكن بالقوة من طريق الحق. مش كده سيدنا إبراهيم بيقول كلمة تفهمك الحتة دي، ليه في صد عن السبيل بالرغم إن هو عامل قشرة حواليه؟ إلا الذي فطرني. فين؟ في فطرة جواك ترجع بمجرد ما تتلاقى مع كلام ربنا ترجع. فهو مش عايزك تسمع كلام ربنا لأنك ممكن ترجع في لحظة، كل المجهود اللي عمله ده ممكن يضيع في لحظة. مش كده لابد نستمر في الذكر وطرح الذكر القرآني على الناس. كل اللي انت شايفه ده، كل هذا الحشد يسقط. إلا الذي فطرني، هذه الفطرة تعيد الناس إلى الدين في لحظات. ذلك وإنهم ليصدونهم عن السبيل. المشكلة إن هو بيقول على نفسه كويس ويحسبون أنهم مهتدون. هو ليه بقى ليه فاكر نفسه مهتدي؟ ليه شايف نفسه مهتدي؟ لا، ليه هنا، ليه في الصورة هنا ويحسبون أنهم مهتدون؟ ليه ايه المعايير بيقيم نفسه ان هو صح على اي اساس؟ على الدنيا. يبقى يحسبون انهم مهتدون ازاي؟ ايه ده انا مع الفلوس، ده انا بحقق اقتصاد، ده انا كذا كذا، يبقى انا كده ماشي صح. يبقى كلمه ويحسبون انهم مهتدون استبدل معايير الدين بمعايير اهل الباطل. يوم اهل الباطل ايوه ده انت لقطه. لذلك يا جماعه ربنا بيقول ايه؟ دي ممكن تبقى إن شاء الله لو ربنا قدر لنا ندوة تانية. ماذا لو غاب القرآن من المجتمع؟ أهم حاجة من الحاجات دي إن المجتمع يسهل استخفافه. وده هنا عشان كده بعد ما ربنا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن، النموذج فرعون ضحك على قومه. لما يغيب القرآن يطلع واحد ظالم يضحك على الناس مباشرة. لذلك ربنا بيقول سورة الأنعام قد جاءكم بصائر من ربكم، واضحة زي الشمس، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه وما أنا عليكم بحفيظ. يعني أنا دوري إن أنا أبصره، ويجي شوط من الآيات وربنا بيقول لما بعدوا عن القرآن
وطلبوا آية تانية غير القرآن، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جئتهم بآية لا يؤمنون بها. فربنا بيقول للصحابة كان نفسهم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وبعد كده ربنا بيقول لهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. يعني اللي مش هيصدق القرآن ما عادش هيصدق أي آية، لدرجة إن ربنا بيقول بالآية اللي بعدها ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبر. يعني الملائكة تنزل من السماء تقول لهم هذا رسول الله حق، والأموات يصحوا من التراب ويقولوا هذا رسول الله حق، والحيطة والجماد والصخر والجبال تقول لهم هذا رسول الله حقا، برضو مش هيصدقوا. ليه؟ لأنه من الأول ما صدقش القرآن. طالما في صنف من الناس كده، ده بقى لقطة اللي بعدها على طول ربنا بيقول إيه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إمتى الناس اتضحك عليها؟ لما بعدت عن البصائر في سورة الأنعام. إمتى الناس اتضحك عليها؟ لما بعدت عن ذكر الرحمن في سورة الزخرف. إمتى الناس اتضحك عليها؟ الموضوع متواصل في القرآن، إنه يبعد عن القرآن يضحك عليه يستخف. فحين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يجي الخطاب الفرعوني الساذج. خطاب فرعون ده جه إمتى يا جماعة؟ بتاع أليس لي ملك مصر. ليه فرعون عمل الخطاب ده؟ ليه فرعون؟ لأن عرش فرعون كان بدأ يتهز. اللي حصل إيه؟ حصل إن سيدنا موسى وده هختم بيها عرض الآيات العصا والأخرج يده وبعدين الصحراء أمنوا كل ده والناس لسه ما أمنتش. الناس شافت عصا سيدنا موسى وشافت إيد سيدنا موسى وشافت الصحراء أمنوا ولسه ما أمنوش. آخر حاجة ربنا قالها هنا إيه؟ وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب. طالما ما جوش بالآيات دي جه العذاب. إيه العذاب؟ خمس آيات: الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم. كان إيه اللي بيحصل؟ بدأ مثلا الطوفان، يجي طوفان يغرق مصر كلها. يقوم فرعون بيقول ما علمت لكم ايه؟ طب ما تتصرف يا فرعون، البلد بتغرق. يقوم فرعون محطوط في موقف محرج. يقوم فرعون يروح للملأ يقول للملأ روحوا لسيدنا موسى قولوا له يدعي ربنا ولو كشف الطوفان هنبعت مع بني اسرائيل ونخلص لان احنا كده موقفنا بقى محرج جدا. يقوم الملأ يروحوا لسيدنا موسى، سيدنا موسى قدام الناس كلها يا رب اصرف الطوفان. يقوم الطوفان يروح، يقوم الناس ترجع تكفر. الجراد ما يسيبش بيت في مصر الا ويخش، يقوم فرعون يتهز والناس تبدا تشك ان فرعون اله. يقوم فرعون يبعت الملا، يقوم الملا يروح لسيدنا موسى يقوم يا رب اصرف الجراد، يقوم الجراد مصروف، يقوم الناس تكفر. وربنا يسيب لهم فترات زمنيه ايات مفصلات يعني بينهم فواصل زمنيه عشان الناس تفكر وتفوق. مفيش فايده. الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، اخر حاجه الدم، يا رب اصرف الدم، الدم يروح برضه الناس. فرعون قال انا كده الموضوع بدا. فرعون قال ايه؟ انا هحل لكم الموضوع ده. هتعمل ايه؟ انا هنزل بنفسي اخطب في الناس. كان متوقع ان يقول ايها الناس بالنسبه لموضوع الطوفان احنا عملنا فيه كذا، وبالنسبه لموضوع الجراد ابدا ولا الكلام ده خالص. يعني لو اتكلم حجه بحجه هيخسر. هو من الاول عارف، من اول سوره غافر وهو عارف لما خسر قدام مؤمن آل فرعون هو عارف انه لو اتكلم حجه بحجه هيخسر. عمل ايه؟ استعمل الخطاب العاطفي. انا ربكم وطول عمري معاكم وعايش وسطكم من سلالة الآباء، ومصر طول عمرها كده، ومصر طول عمرها فرعونية، ومصر طول عمرها ليها تقاليد سيدنا موسى اللي جاي عايز يغيرها وعايز يغير تقاليد البلاد وعايز وعايز وعايز، وأنا اللي متحكم. أفلا بتبصرون؟ أنتوا ما بتفهموش؟ أنتوا ما بتشوفوش؟ وبدأ يقول طب هو معاه إيه؟ وبدأ يعمل مقارنة. طب أنت بتقول إنك أنت ربهم وهو قال لك أنا بشر أنا رسول، بتعمل مقارنة بين إن أنت ربهم وبين بشر إزاي؟ أم قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ولا يكاد يبين دي العقدة اللي كانت في لسان موسى في الماضي اللي ربنا قال له واحلل العقدة من لساني قال قد أوتيت سؤلك في سورة طه. لازم يقعد يجيب حاجات من الماضي زي في سورة الشعراء وفعلت فعلتك التي فعلت. طب أنا بكلمك في الحاضر. لا، قاعد يتكلم في ماضي، قاعد يتكلم في مقارنات. أنا معايا فلوس وهو معهوش فلوس، هو مهين أنا معايا أموال، هو من بني إسرائيل وأنا من بلدكم، أنا وطني وهو غريب عن الوطن. في الآخر فلولا ألقى عليها سورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. عشان كده بعدها مباشرة فلما آسفونا خلاص شافوا كل حاجة
انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين منهم الضعفاء غرقوا معاه المستخفين غرقوا معاه فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخر. كان نفسي أكمل معاكم بقية سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا، لكن المرة الجاية ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.